خلافات مع واشنطن بشأن التفاصيل المتعلقة بالمنطقة الآمنة في سوريا أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهددا بتحرك منفرد بنهاية الشهر الجاري. وفي خطاب له بولاية مالاطيا استنكر أردوغان ما قال إنها مساع أمريكية لإنشاء منطقة آمنة لصالح وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها أنقرة كإرهابية، مشددا على جعل المنطقة الحدودية برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها حتى يتسنى إعادة توطين مليون سوري هناك، في تلويح بما سبق أن هدد به من إمكانية فتح الحدود أمام اللاجئين للعبور نحو أوروبا إذا لم يجد ما يتوقعه من دعم دولي. هذه التصريحات أعقبت بدء تسيير دوريات مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شمال سوريا بمحاذاة الحدود مع تركيا، لكن أردوغان رأى تلك الدوريات غير كافية مؤكدا أنها صورية حتى الآن. ومنذ العام الماضي أجرت أنقرة وواشنطن محادثات حول إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا تشمل أراضي في شرق الفرات على أن يكون عمقها ما بين 30 و40 كيلومترا مع سحب كل عناصر وحدات حماية الشعب منها، لكن المباحثات واجهت خلافات كثيرة حول شكل المنطقة وعمقها وآلية التحكم فيها، حيث تسعى أنقرة لأن تكون المسيطر الوحيد على هذه الأراضي.